بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو حلقة. النهاردة هناخد ليسون توا الدرس الثالث. الدرس الثالث عنوانه بروبوزي، يقترح، اكسبتي، يقبل، أو ريفوزي أو يرفض ديز اكتيفيتي، أنشطة. يعني هتعود في الدرس ده إزاي أقترح، أقبل أو أرفض بعض الأنشطة اللي هتعرض عليا. هنتعرف على الفوكاب بلاير، الفوكاب بتاعت الدرس ده. سبور كلاسيك، سبور كلاسيك، سبور اكسترام، سبور اكسترام، فورام، فورام، افور، افور، كونكور، 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 افي، بوان دو في، بوان دو في، ان بوان دو في، كونسير، كونسير، سلوغان، سلوغان، كور، كور، اوتي، اوتي، نيفو، 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 بلوزون، كاسك، جاردان، اكسيتري، ميساج، جونر، جونر، بارابيلوي، بارابيلوي، ريسك، كورس، كورس، إيماج، إيماج، أفونتير، أفونتير، إيدي، مواتي، أكتيفيتي، نوت، سورتي، فول. مودي راتريسا، بيستا سيكلابلا، بيست سيكلابلا، ادرينالين، بروبوزيسيون، اميسيون، اوبونيون، اوتوريزاسيون، اوتوريزاسيون، سنساسيون، سنساسيون، سنساسيون. طبعا هو معرفني ان كلمة ادرينالين ده هرمون بيزود ضربات القلب لما بقى انا مضطرب او بلعب، يعني ابذل مجهود اعلى شويه. اكسبريمي، بروبوزي، اكالمي، اكالمي، غاني، غاني. طبعا اكالمي بتعادل كلمه ابلودي، ابلودي يعني يصفق. برضه عندنا بعد كده accepte، accepte، refuse، refuse، donne، accompagne، emprunte، emprunte، inventer، inventer، changer، se porter، se porter، rentrer، rentrer، éviter، éviter، marquer un peu، marquer un peu، raconter، surveiller، surveiller، obligé à، penser à. هناخد بالنا بقى ان في obligé à وفي obligé do، هنتعرف عليهم مع بعض. obligé à، penser à، se noyer، se noyer، se noyer، découvrir، découvrir، sortir، sortir، s'y sentir، s'y sentir، vivre، permettre، permettre، pour suivre، pour suivre يعني يتابع، pour suivre. في بعض الاكسبريسيون بقى او الادفيرب المهمين، كلاسيك، كلاسيك، اكستريم، كالما، كالما، بوسيبل، بوسيبل، امبوسيبل، امبوسيبل، جيست، انجيست، ليبر، ديزولي، mauvais، violent، motivant، spécialisé، écobé، fatigueux، dangereux، fou، فول. ما تنساش ان كلمة فول لها شكل فول، ده مع المذاكرة بنبدو بحرف متحرك. وفي فيديو صغير واخد
الصفات الهامة اللي لها شكلين في المذكر وشكل في الايه في المؤنث، حابة اسيبه لكم في الرابط تحت او على الاي فوق عندنا دي. ده كو مم بودو، وده ظرف من ظروف الكمية اون لينيا الافوا الافوا، بتعادل كلمة ام امام توم في نفس الوقت، امام توم يعني في نفس الوقت. ترو ترو انكور انكو داكور داكور فير فير اتر كونتر اتر كونتر اتر بور اتر بور مواتي اموتي مور متعب جدا، بتسوي كلمة ديبريمي طبعا او ابوزي. افوندو قبل ان، افيك بليزير بكل سرور، وبتستخدم طبعا للاجابة بالاثبات. بيان سور بالتأكيد طبعا بيان سور. بعد كده عندنا كلمة نافيغو سور انترنت، يتصفح على الانترنت، ونافيغو معناها يبحر، يبحر بمركب، برضو في المعاني الهامة اللي انت هتاخدها معانا في الوحدة الرابعة. هتتعرف بالموضوع ده. كنا احنا قسمنا رياضات لأنواع مختلفة، هنبدأ ناخد في الدرس ده تقسيمة الى العاب كلاسيكية والعاب اكسترا. سبور كلاسيك يعني العاب تقليديه عاديه كده بنلعبها من زمان، وطبعا الالعاب اللي هي اكسترام العنيفه شويه او الخطيره. السبور كلاسيك الالعاب التقليديه هي ممارساتها ما بتمثلش خطوره قويه على الشخص، ومن اشهرها طبعا بادمنتون، يوجا، الجولف، سيكليسم طبعا ركوب الدراجات، برضو تيرا لارك اللي هو الرمي بالسهم، وطبعا عندنا جيمناستيك، جيمناستيك اللي هي الجمباز، شاس صيد الحيوانات طبعا، كورسا بيه، كورسا بيه اللي هي طبعا السباق الجري. الرياضات بقى الاكستريم، السبور اكستريم، سبور اكستريم هتاخد بالك منها انها رياضات عنيفة شوية، فيولون فيها خطورة على اللي بيمارسها، ممكن تؤدي لإصابات بالغة طبعا، وتحتاج دايما لمونيتور، ومونيتور اللي هو المدرب الخاص. من أشهرها الفورميل أم اللي هي سباق السيارات، الباراشوتيسم طبعا، الكانيونينج، كانيونينج عبور الوديان، بنسموها رياضات الشلالات، وهي رياضات فيها خطورة قوية. الفي تي تي هي الدرجات في الاماكن الوعره طبعا. عندنا كمان رافتنج، رافتنج طبعا هي التجديف. الدلتا بلان الطيران الشراعي طبعا. عندنا سكالا تسلق الجبال. عندنا البوكسا، بوكس لعبه خطير. هلاحظ عندنا هنا طبعا لو خدتوا بالكم ان الفي تي تي هي اختصار لكلمه فيلو تو تران، ودي ذكرناها في الدرس الاولاني، ركوب الدرجات في الاماكن الوعره. في التمرين اللي قدامنا او هنا بيقول لي صنف شاك سبور، كل رياضه سيلون سون جانون حسب نوعها. طبعا الفوتبول هنحطها في الكلاسيك، هنكتب عليها واحد. البوكس هنحطها في الدنجرو او الرياضات الاكسترام، الرافتنج في الاكسترام برضه. عندنا التنس هنحطها في الايه في الكلاسيك، نحطها في الآن. سكالاد اكستريم. يوجا طبعا، طبعا اليوجا في الكلاسيك. الكاراتيه طبعا ده رياضة خطيرة شوية أو عنيفة، فهنحطها في الاكستريم. بعد كده لا كورسا بيه، سباق العدو طبعا في الرياضات الكلاسيك. الفي تي تي دي في رياضات الاكستريم. الكيت سيرف طبعا اللي هو ركوب الأمواج، ركوب الأمواج عندنا ده من الرياضات الاكستريم طبعا، فيها نوع من انواع الخطوره برضو. الفولي بول دي رياضه كلاسيك. تيرا لارك دي رياضه برضو كلاسيك، ما فيهاش خطوره ولا حاجه. عندنا الدلتا بلان طبعا الطيران الشراعي، دي رياضه اكستريم. الجيمناستيك اللي هي الالعاب البدنيه او التمارين البدنيه دي كلاسيك. البيتونك الكره الحديديه برضو كلاسيك. عندنا الكانيونينج اللي هو عبور الوديان او الشلالات والمنحدرات، رياضة الشلالات والمنحدرات دي طبعا اكسترا.
وعلى حسب التوزيع ده هعمل جدول اللي قدامي. تعالوا بقى نبتدي في يعني الحتة المهمة في الدرس عندنا، بروبوزي اكسبتي او ريفوزي ديز اكتيفيتي، يعني قبول او رفض الدعوة. طبعا في اقتراح وانا هرفض او اقبل. تعال اول نتعرف على البروبوزي ازاي هقترح. شوف الاقتراح ده ليه حاجات كتير قوي عندنا، بس طبعا هناخد بالنا ان انا هقول الكلمه اقول ساتي دو سا تو دي سا تو دي. ممكن اغير تو بفو لو هخاطب شخص او بخاطبه بصيغه احترام او بخاطب مجموعه من الاشخاص. اون فا سورتير، هنخرج سسور هذا المساء. ساتي دي، ما رايك؟ ساتي دي معناه ايه رايك؟ ممكن ابتدي ب ساتو دو في اول الجمله واجيب بعدها دو زي المصدر فعل سا فو دي دو سورتير سو سوار. طبعا احنا قلنا تو، الفرق ما بين تو وفو ان فو لمخاطبه مجموعه او مخاطبه شخص بس بصيغه الاحترام. افوار ان في دو يعني يرغب فيه، افوار ان في دو معناها يرغب فيه. ما اقول لك تيان فو دو سورتير سو سوار، اترغب في الخروج هذا المساء، يبقى عندنا ساتو دو او ساتو دي دو أو avoir envie de، دول كلهم بيستخدموا الاقتراح. في حاجات تانية؟ اه في حاجة. في أنا عندي الاستفهام المنفي. الاستفهام المنفي أقول لك tu ne vas pas au parc avec moi، لن تأتي إلى الحديقة معي. في الاقتراح باستخدام الأمر مع ضمير نو، زي ما كنت allo cinéma ce soir، لنذهب إلى السينما هذا المساء. في الاقتراح أما ابتدي جملة بأون، حط في الاخر بوان دو انتروجاسيون يعني علامه استفهام، واقول اون جو او فوتبول، احنا هنلعب كره قدم. في طبعا ممكن اقول لك جو تي بروبوز، انا بقترح عليك دو كذا، جو تي كونساي، فده نوع من انواع الاقتراح، نصيحه باقتراح. فعندنا الاقتراح ليه حاجات كتيره، بس احنا بنتمسك بالسته دول، نعرفهم كويس على اساس دول بنختبر فيهم او بيجينا فيهم اسئله. تعال ناخد بقى الاكسبتي ان بروبوزيسيون، accepter une proposition، قبول اقتراح. ازاي هقبل اقتراح؟ طبعا هقبله باي حاجه بتؤدي للموافقه، زي كلمه او اوي، وكلمه جينيال سوبر، كلمه افيك بليزير بكل سرور، بيان سور بالتاكيد، بوركوا با لما لا، داكور يعني موافق، اوي جو فو بيان يعني اريد هذا بكل سرور، انا عايز ده، تريبوني دي انها فكره جيده برضو، دي للموافق او اي حاجة تانية تدل على الموافق. طبعا لو انا رفضت الدعوة هقول كلمة من كلمات عدم القبول، زي كلمة بوف نو، زي كلمة ساني مو دو ريا، هذا لا يهمني او الموضوع ده ما يهمنيش، جي نو بو با، لا انا استطيع، جي نو با لو تون، ما عنديش وقت، جو سوي زوكوبي، انا مشغول، امبوسيبل، مستحيل، جو سوي ديزولي، يعني اسف، باردون، وهكذا. داكور، اما اقول مثلا je ne suis pas libre، انا مش فاضي، فدي كلها كلمات بتدل على الرفض. تعالوا هنا مديني تمرين صغير كده وبيقول حلو معايا. vous proposez à votre ami، انت تقترح على صديقك de faire de la natation، ممارسة السباحة. طيب انا حماق بقول له يلا نمارس السباحة. on va à la piscine، يبقى اون فوا على بيسين مظبوطه هنا، ما فيهاش مشكله بالنسبه لي، اون فوا على بيسين، لان سينما باتنوار مونتاني مش هيؤدوا للمعنى. فوزيت بوريني دي يعني انت مؤيد لفكره، ما احنا قلنا اتر بور يعني مؤيد، يعني انا موافق، جو سوي بور توا يعني انا مؤيد ليك، فهقول جونيال سوبر طالما انا مؤيد، لكن مش هقول نو، مش هقول ساتي دي ده اقتراح، مش هقول جو في دوموندي ا مون بير، جو في دوموندي ا مون بير يعني انا هسال والدي، ده لسه، ده بيسمى نوع من انواع الايزيتاسيون، تردد، ان انا لسه ما خدتش الموافقه، او ممكن يكون عندي نيه بس انا مستني موافقه الاخرين، او اعمل اوتوريزاسيون، اخد اذن يعني. لو لاحظنا مع بعض طبعا بيقول لي هنا فوزيت كونتر، انت ضد، احنا خدنا اتر كونتر يعني ضد، انت ضد اقتراح، كاسكو فوديت، ماذا تقول؟ هتقول ساتي دو دو سورتير سو سوار، يعني ما رايك في الخروج هذا المساء، ولا اوي بيان سور بالتاكيد، ولا سات امبوسيبل. هي دي سات امبوسيبل عندنا، عشان سات امبوسيبل هنا معناها ايه؟ مستحيل.
ولا وي سان ميديو تري بيان، يعني ده بيناسبني جدا يعني. طيب عندنا فوز اكسبتي ان بروبوزيسيون، يعني انت بتقبل اقتراح، فاكيد هتقول فكره جيده لان انا قبلت الاقتراح. مش هقول بوف ولا هقول اقتراح تاني اللي هو سينما، ولا هقول جي سوي كوبي. Vous refusez une proposition à visiter la campagne، يعني أنت بترفض اقتراح لزيارة الريف. Qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ بترفض، فهتقول إيه؟ هتقول ça te donne de l'air à la campagne، ما رأيك في الذهاب إلى الريف؟ ولا سي سامبا توني دي، فكرتك كويسة؟ ولا جي سوي كونتر توني دي، أنا ضد فكرتك. طالما رفضت هقول جي سوي كونتر، وأبيك بليزير بكل صورة. Vous proposez à votre ami، انت بتسأل صديقك، de pratiquer un sport extrême، ان يمارس رياضة عنيفة. كاس كو ديت، ماذا تقول؟ انت بتقترح هنا، فهتقول له ما رأيك في ممارسة الفي تي تي لان دي عنيفة، نلعب كرة قدم مش هتنفع لان دي رياضة ايه، كلاسيك تقليدي. طيب كده تعرفنا بالقبول والرفض والاقتراح. تعال بقى نتعرف ازاي دي موندي اسال او اكسبريمي، اعبر عن رايي. طب عشان اسال عن رايي عندي بلو دو اون مانيير، يعني اكتر من طريقه. بتقول كومون تي تروف، كيف تجد؟ يبقى كومون معاها تروف، كومون معاها فيرب تروفي، ماشي. او كاسكو تي بونس دو، ما رايك؟ ما رأيك أو كيف تجد بقى؟ كاسك، يبقى كاسك معاها بونسي معاها دو. كلي تون افي سيغ، ما رأيك؟ ها؟ كل معاها افي معاها سيغ. كلي تون اوبونيون، كل مؤنث معاها اوبونيون مؤنث معاها سير. حط الحاجة وعوض عنها بأون وهتقول كاسك تيون بونس، ما رأيك في ذلك؟ يبقى عندي حاجة صغيرة، إن بونسي يجي بعدها دو ويجي قبلها إيه؟ أون. لو قبلها النقط البوان قبلها خد اون، لو البوان بعدها خد دو. ده امتى؟ اما يكون معاها كاسك، لان لو معاها حاجة غير كاسك لا انا هروح لحاجة تانية. ففي الحالة دي كاسك مع بونسي تاخد دو، كاسك مع بونسي تاخد قبلها اون. طب انا سألتك سؤال وانت عايز تعبر عن رأيك، هتقولي امونا في رأيي، امونا بونيون في رأيي، بور موا بالنسبة ليا، جو كروا كو أعتقد أن، جي بونس كو برضو معناها أعتقد أن أو أفكر في ذلك بطريقة معينة، جو فوا كو أرى أن، جو سوي بور أنا مؤيد، وجو سوي كونتر. ده إبداء للرأي، ده تعبير عن رأي. طيب شوف المثال تحت بيقول لك كاسكو تي بونس دو في تي تي، ما رايك في رياضه ركوب الدراجات؟ بور مو بالنسبه لي سي ان سبور دانجرو، انها رياضه خطيره. كومون تو تروف لو في تي تي، يعني كيف تجد رياضه ركوب الدراجات؟ جو فوا لو في تي تي اي موتيفون، بجد انها محفزه. موتيفون يعني محفزه. تعالوا نحل التمرين اللي عليها. فو دوني اني بونيون، انت تعطي راي نيجاتيف. نيجاتيف هنا معناها سلبي، سلبي يعني في رفض، يعني انت مش موافق، الرياضة خطيرة. طبعا مش هتقول محفزة، ولا هتقول كول، ولا هتقول سا مي دون دو ادرينالين، هتقول سو تان ويو، انها مملة. فودي مونديا فوتر مي، انت بتسأل صديقك سونافي، رأيه عن رياضة اكستريم خطيرة. ما رأيك عن الفي تي تي؟ صح، ايه اللي تعتقده في لبسي؟ لا ما تمشيش. ما رايك كره القدم وكيف تجد زي؟ ما تمشيش. فودوني انا في، انت تعطي راي بوزيتيف. بوزيتيف هنا يعني ايجابي عن مباراه كره قدم. فبتقول طبعا اجدها رائعه، اجدها رائعه، ماشي. اللاعبين لم يكنوا في الفورمة، وأنا لم أعجب بهذه المباراة، والأولى ما كانش ده فيها نفي، أنا بقول رأي إيجابي. فوز إكسبريمي، أنت بتعبر عن فوترا في، رأيك عن رأيك عن رياضة عنيفة. فبتقول طبعا أجدها مومي جي تروف سا إنويو، ولا الفوتبول ولا الباسكت؟ لا هي دي بقى، لأن الفوتبول وباسكت رياضات مهيش إكستريم، وده ماتش، يبقى انا هقول اجده هذا ممل او مزعج مقلق كده.
تعالوا ناخد نيميرو 5 رقم 5 بتقول فوزات كونتر لسبور اكستريم، يعني انت ضد الرياضات العنيفة، فبتقول طبعا بوف سي دانجيرو، لان الاولى معناها انا مؤيد، اللي بعدها دي رياضات محفزة، انا بعشق هذه الرياضيات الالعاب الرياضية برضو. ها بوان دو في دي كلمة مذكر، يبقى اختار لها كل اللي طومبو عنده في سور لو في تي تي. يعني ما رأيك أو ما وجهة نظرك بالتحديد عن رياضة الفي تي تي اللي هي رياضة ركوب الدراجات؟ كلي تون أوبونيون، أوبونيون مؤنث، يبقى اختار لها كل. تروف، أما لقيت تي تروف يبقى بختار كومو، مع فيرب تروفي بختار كومو. كلي تون أفي سيغ، دايما أفي دي تاخد سير هي وكلمة أوبونيون، أما كلمة بونسي بتاخد اون قبلها، دايما تاخد اون قبلها. بعد كده بيقول لي كاسكي تي بونس دو، هناخد دي طبعا على اساس ان اللي بعدها مذكر. كاسكي فو بونسي دو سي سبور، دو بس طبعا ما فيش ادغام على اساس ان هنا في صفه ملكيه، واحنا شرحنا الادغام قبل كده مع بعض، ولو عايز تسمع الادغام كاملا فيه برضو موجود على القناه عندنا في القواعد، هتلاقي ازاي انا بستفيد من الادغام واكون فاهمه كويس. اكسبريمي بقى لو اوبليغاسيون، لوبليغاسيون اكسبريمي لوبليغاسيون، تعبير عن الالزام. الاوبليغاسيون هو ان انا بلزم حد بحاجه، لو فيرب اوبليجي يعني يلزم، وبستخدم دايما عندنا، وتاخد بالك من الحته دي كويس قوي، ان انا بستخدم حرف جر مع فيرب اوبليجي، واما يكون حد هو اللي ارغمني على الموضوع ده، وحرف الجر دو اما اكون انا اللي مضطر لفعل هذا. طب تعالوا نشوفه كده، عندنا فيرب دوفوار بيقول جو دوا، تو دوا، il elle on doit, nous devons, vous devez, ils elles doivent. وده معناه يجب. لما اقول tu dois obéir à l'arbitre، يجب ان تطيع الحكم. vous devez faire des sports، يجب ان تمارسوا الرياضة. للتعبير عن الالزام يمكن استخدام طرق اخرى زي الفو، الفو معناها يجب، الفو فير دي سبور. ممكن استخدم صيغه الامر كنوع من انواع الامر المباشر، اقول لك في دي سبور. اترو بلوجي دو، مضطر لي، اما اقول جو سوي اوبليجي دو رونجي لا شامبر، يعني انا مضطر ان انا ارتب الغرفه. احنا قلنا الفرق ما بين اوبليجي ان اوبليجي دو يعني انا اللي مضطر، اوبليجي يعني حد ارغمني او حد اجبرني على فعل هذا الشيء. هنا ده تصريف فيرب افوار، ويعني مش محتاج مني حاجة، هنعملوه بسرعة دلوقتي قدامكم، وانتوا طبعا اكيد حافظينه فهيبقى سهل. هنا صرفنا فيرب دوفوار مع الضمير اللي قبلها طبعا، وشفنا عندنا ناخد بالنا من الجمل دي ونحاول نترجمها بعناية طبعا، زي ما اقول لك tu dois me attendre ici، يعني يجب ان تنتظرني هنا. je dois me entraîner tous les jours pour gagner la course، يعني انا يجب ان اتدرب كل يوم عشان افوز بالسباق. ils doivent prendre la piste cyclable، يعني يجب ان ياخذوا ممر الدراجات، الى اخره من تصريف للفعل ده. هنا هناخد بقى الكيستيون بوزيتيف. يعني ايه كيستيون بوزيتيف؟ يعني كيستيون سؤال ايجابي، والسؤال اللي احنا قصدنا عليه هو السؤال الذي لا يبدا باداه استفهام. طبعا احنا عندنا ادوات الاستفهام 9، هو لا يبدا باداه من ادوات الاستفهام، فده بيسمى استفهام كلي. لو طلع السؤال مثبت، طبعا انتوا عارفين ادوات الاستفهام اللي هي كي كو كوا او كون كل وكومون وكون وبوركوا، داكور، هما دول مظبوط. هنا هنجاوب على السؤال اللي هو ريبوندر ا كيستيون بار وي نون سي. طالما هجاوب على سؤال بوي ونون سي، يعني نعم ولا لا ولا بلا، يبقى السؤال ده استفهام كلي. يعني ايه استفهام كلي؟ يعني سؤال لا يبدا بكلمه من كلمات الاستفهام. طبعا احنا عارفين كلمات الاستفهام هم 9 كلمات اساسيه عندنا، اللي هم كي كو كوا، كي كو كوا، كون كالبور كوا، كون كالبور كوا، او كومون كومبيان. دول التسعة الأساسيين اللي عندنا في أدوات الاستفهام، وطبعا بيسبقوا بحرف جر ممكن عادي، وبنشتق منهم بعض أدوات الاستفهام الأخرى.
ولكن التسعة الأساسيين اللي أنا قلت عليهم دلوقتي مش موجودين في السؤال خالص، خلاص يبقى ده اسمه استفهام كلي، يبقى هجاوب بنعم أو لا أو بلا. إمتى أجاوب بنعم؟ لو سؤال مثبت عندي إجابتين، يا نعم اللي هي وي يا لا. نعم لو نفس الكلام، أنا واخد نفس الكلام وبكرره بالإثبات، أو إن أنا بزود عليه درجة أحلى منه. يعني أقول لك مثلا أنت بتحب كرة القدم، تقول لي أنا بعشقها، يبقى في الحالة دي إيه؟ ها أنت ماشي في نفس الخط اللي أنا بقوله. حصل اختلاف او نفي، اختلاف او نفي خد نوع على طول. طب لو سؤال منفي بقى، سؤال نفسه منفي نفس الكلام ماشي على نفس الدرجة، يعني بثبت الكلام، ها يبقى خلاص في الحالة دي خد سي، خد سي لو سؤال منفي. طب لو في اختلاف او نفي، طبعا احنا متفقين في نفي خد نوع على طول، في اختلاف خد نوع ماشي. وممكن تسمع الفيديو اللي احنا شارحين فيه الموضوع ده ومدينا عليه امثله موجوده عندي. طيب انا عايزك ترجع تاني معايا وتقول تي فا لا مير، انت رايح البحر، الوي جو في لا مير، نو جو ني في با لا مير. طالما في نفي ما تفكرش، خد نوع على طول، سواء سؤال مثبت او سؤال منفي. طب لو غيرت بقى جو في ا لا فوغي، انا رايح الغابه، في تغيير او اختلاف اهو، يبقى خد نوع. هنا تي ني فا با لا مير، لن تذهب الى البحر. في مشكله صغيره كده بقع فيها، ايه هي؟ بلا انا رايح البحر، ولا لا ده انا رايح البحر؟ في البعض يتلخبط كده، لا ده انا رايح البحر، تمشي يا مسيو. لا ما تمشيش، اعمل حاجه صغيره، شيل النبا، شيلها خالص من الجمله، وقول الجمله انت رايح البحر، نعم انا رايح البحر. يبقى هنا نعم، نعم تعادل بلا، نعم تعادل ايه؟ بلا. يبقى هنا هحط بلا عشان كان السؤال منفي، لا هحط سي. يعني وي هتعادل سي بالظبط. عشان ما تلخبطش قلنا بشيل الايه؟ النبا. طيب الجمله منفيه، ما تفكرش خد نو، في اختلاف، في اختلاف خد نو. طب تعالى بقى نحل الاسئله دي، هحلها انا بسرعه كده وبعدين اشرحها معاك. طبعا وانا شغال هاخد بالي من قدرتي على الترجمه، لان القدره على الترجمه هي العامل العملاق اللي هو بيساعدني على فك شفرات المنهج كله ماشي. ولذلك بنطالب ونؤكد ان انت راجع كلماتك السابقة واحفظ كلماتك الحالية. تي ني فا با سورتير، الجملة منفية، منفية يبقى بستبعد وي. شوفوا على طول كده بقى، منفية استبعد وي. طب جو في اون فيل، الم تخرج؟ ايوه انا رايح المدينة، فايوه اللي انا قلتها دي تعادل سي. ها شيل النفي خالص، طلعت ايوه، يبقى هي سي اللي هي بلدي. تي ني فا با سورتير، الم تخرج؟ الو جو في لير، ده انا هقرا، يبقى ما فيهاش خروج، يبقى نو. تي فا سورتير، انت هتخرج؟ الو وي، نعم جو في سورتير ان فامي، هنا خدنا وي عشان السؤال مش منفي. تي ني فيان با افيك نو استاد، الم تاتي معنا الى الاستاد؟ قال لهم اه هاجي معاكم، يبقى اه دي معناها سي، اه معناها سي. تي ني فيان با افيك نو استاد، قال له لا ده انا عندي واجبات، لا اهي نو. هتيجي معانا الاستاد، يبقى وي لان السؤال هنا مثبت بكل سرور. تي فيان افيك نو استاد، قال له لا ده انا هنام، جو في دورمير، يعني انا عايز انام، جو في دورمير. احنا رايحين المكتبه، اه احنا هنشتري كتب، تمام خدنا وي. احنا رايحين المكتبه، لا ده انا رايح الباتنوار، او احنا رايحين الباتنوار ساحه التزلج، يبقى غير. في خلاف، في اختلاف، اختلاف او نفي خلاص. تي ني سور با سوار، نو اللي هي فين دي؟ رقم 10 بتقول اي ني سور با سوار، هم مش هيخرجوا هذا المساء، لا ده هيقعدوا في المنزل، لا هم مش هيخرجوا هذا المساء، بلا هم هيخرجوا في مجموعات. انت عايز تروح السينما؟ قال وي، امتى؟ الساعه كام بقى؟ ها هنا تي فوا ليرو سينما؟ قال له نو جي نيم با ليرو سينما، لان الجمله منفيه، خدت نو على طول. فو ني جو با تنس، هل انت تلعبوا تنس؟ قال له نو نو جو او فولي بول، هنلعب فولي بول. هتلاحظ كويس جدا ان انا في الجمله المنفيه بستبعد وي، في الجمله المثبته بستبعد سي، في الجمله المنفيه بلقط نو واحطها على طول، الجملة اللي فيها اختلاف بحط نو. الترجمة وبعناية واحدة واحدة. الصفحة ده اهي عايزك تقراها انت كطالب وتترجمها ترجمة قوية جدا، لان هي الصفحة دي اللي هتلاقي منها الايميل،
وحتلاقي منها الموضوع، وحتلاقي منها كل الجمل اللي انت خدتها. قرايتك للجزء اللي احنا قرناه مع بعض مهم جدا عندنا، على اساس طبعا حاجة مهمة جدا عندنا قدرتك على الترجمة. عشان بس هنا في القناة بتاعتنا احنا بنحاول ندفعك ان انت تشتغل، بنحاول ان احنا نساعد في ان انت يبقى عندك شخصية متجهة ناحية العمل شوية. لكن حتة ان الاجابة على كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة احنا اللي نجاوب عليها، لا ده مش سياستنا في قناتنا. احنا دايما بنسيب جزء انت تشتغل عليه، جزء انت لابد تكون عارفه، واهم جزء هو جزء الكتاب. ومش هطلع بكتابة كويسة الا لما اقرا الجزء ده كويس جدا اللي انا شرحته النهاردة. انت تقراه مرة واثنين وثلاثة، كل كلمة ما بين كلمتين فهي مهمة بالنسبة لك، كل حرف جر فهو مهم. فانا عايزك تدرك دول كويس جدا، تقرا الصفحة دي كويس والصفحة اللي بعدها برضو هتقراها كويس وتحفظ المواضيع دي. يعني السيود انا بركب جمل على عيني وعلى راسي، يبقى انت طالب متفوق ممتاز طالما بتركب جمل صحيحة. ها انا بقول لك احفظهم، مش عشان تحفظهم وبس، لا تحفظهم تفهمهم تعي كلماتهم تعرف تركيب الجملة بتاعتهم. لو عرفت كل الحاجات دي، حفظت عرفت تركيب الجملة، عندك استيعاب عالي بتنظيم الجملة والزمن اللي انا حاطه فيه، ففي الحالة دي انت مش بتحفظ، ده انت بتأسس نفسك بتعمل شغل تاني خالص. ها ميرسي بورفو، شكرا ليكم، و نلتقي الحلقة القادمة بإذن الله على قريب في القريب العاجل. أوروفار. ما تنسوش دعمنا في القناة، مشاركة الفيديو طبعا لو عجبكم، ما تنسوش لايك، تعليقاتكم مهمة جدا زي احنا بنقول أكتر من مرة. ميرسي، أوروفار.